السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة الإبداع، دايما معكم أحمد علي من القناة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن انترفيو البنك الأهلي الخاص بالتدريب الصيفي. مبدئيا كده أنا في الأول والأساس هو كان جاي لي الرسالة أهوت كان جاي لي الرسالة قبل العيد الصغير، طبعا احنا 2019، بس كانت جاي لي الرسالة إن أروح يوم 12 6/2019 الانترفيو في القاهرة، تمام. بس كان عندي امتحان تحليل اقتصادي في الكلية، فطبعا معرفتش اروح لهذه الظروف. بس طبعا في ناس صحابي راحوا من جامعات تانية وتواصلت معاهم، وطبعا عرفت منهم الاسئلة وطريقة الدنيا كانت ماشية ازاي في هذا اليوم، تمام. مبدئيا كده ياريت الناس تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلها كل ما هو جديد، عشان نبدأ نشوف مع بعض هذا الموضوع. انترفيو البنك الأهلي الخاص بالتدريب الصيفي. أول حاجة الناس كلها راحت في صالة واسعة، دخل عامل أمن وعامل خدمات مساعدة قال لهم هاتوا البطاية بتاعتكم فادوها له. بعد كده نادى على طلع واحد من HR نادى على الأسماء الناس وقال لهم مثلا فلان وفلان مع أحمد علي وفلان وفلان مع سارة مثلا وهكذا. وبعد كده الناس بدأت تروح على مكاتب الـ HR. طبعا في تنبيه هام، أما تيجي تسأل على مكتب مثلا واحد من معاك الـ HR وانت مش عارف مين الأستاذ أحمد مثلا، تبدأ تسأل عامل الأمن وعامل خدمات المساعدة اللي واقف وتقول له فين مثلا مكتب الأستاذ فلان بيشاور لك على المكتب. لكن تنبيه هام، ما تسألش أي حد من الـ HR اللي قاعدين على المكتب، عشان ده غلط وممكن يكون ليه تأثير سلبي عليك. نيجي بقى الانترفيو نفسه، ممكن تتسألوا ايه في اغلب الاحيان، وده اللي تم لمعظم الناس، تمام. السؤال الاول can you please introduce yourself، يعني اول حاجة تعرف نفسك. هنا كل واحد بيبدأ يقول اسمه والسنة بتاعته والكلية بتاعته والكورسات بس والكلية بتاعته والتقدير بتاعه، وبيعرف يتعامل مع الكمبيوتر ومع الانجليش. كل ده ما يزيدش في حدود دقيقة واحدة، كل ده ما يزيدش عن حدود دقيقة واحدة، لأن كل سؤال بيسمح فيه بدقيقة واحدة، وهي دي التعليمات اللي هتعرفوها. طبعا وانت بعد ما بتسيب بطاقتك مع الاتش ار بتملى ابلكيشن وبيكون فيه التعليمات ديت، تمام. كده عرفنا السؤال الاول بيكون لكل الناس. السؤال الثاني بيكون لكل الناس برضو، what do you know about our bank، اللي هو البنك الاهلي، يعني تعرف ايه عن البنك الاهلي. ما تحاولش تدي تقارير كبيره وتقول بقى ارقام وميزانيات، احنا عارفين انك عارف الدنيا ماشيه ازاي، بس ادي تقرير مختصر مثلا، يعني مثلا هو يعتبر بنك البنوك في مصر، هو اكبر التعاملات وهكذا، ما تقولش بقى ارقام للـ HR، تمام. السؤال الثالث ما بيش يعني سؤال لكل الناس برضو، بقول لك ايه هي نقاط القوة فيك. اهي بتشوف بقى لو انت عايز تشوفهم اول هنسيبهم لك شخص. ولو بالانجليش هتقولهم كده زي ما هم مكتوبين. تمام. برضو بيسأل سؤال، بس ممكن ما يكونش سؤال لكل الناس، بيقول لك هل لديك أنشطة تطوعية؟ لو ليك اتكلم، يعني مثلا انت في نشاط في الكلية، في أسرة مثلا، في جمعية رسالة، في أي جمعية خيرية عندك في القرية، تبدأ تتكلم عن هذا الموضوع. وبرضو بيسألك فما تحاولش تكذب يعني عن الموضوع، تمام. هيقول لك ليه اخترت البنك الأهلي، هو سؤال مشابه مع السؤال تعرف ايه عن البنك الاهلي، انت نفس السؤال بس ما تحاولش تكرر فيه، تمام. عايز تتدرب في قسم ايه وليه، مثلا انت بتختار مثلا تقول قسم الخزنة عشان بعرف اتعامل مع الناس، قسم القروض عشان بعرف افهم الميزانيات كويس وهكذا، تمام. وممكن يسألك سؤال يقول لك ايه الكورسات اللي معاك، او انت خدت كورسات ولا ما خدتش، خدت اتكلم عنها ما خدتش، محدش يعللك حب ايه المشتاق، تمام. واخر سؤال ده كان بيتسال لمعظم الناس، مين هو رئيس مجلس اداره البنك الاهلي؟ طبعا الاستاذ هشام احمد عكاشة، تمام. بتبدا تعرف معلومات عن البنك، بتبدا تظبط الامور واحده واحده عشان انت
الانترفيو يكون كويس، وطبعا تنبيهات الاول انك تكون رايح فورمال يعني بدله كامله بالنسبه للشباب، وبالنسبه للبنات البليزر والبنطلون والقميص الابيض، والجزمه يعني بلاش نافور في اللبس والميك اب. تمام. ايه تاني التعليمات؟ انك تكون رايح عادي كده ومفيش اي مشكله، وربنا يسهل لك الحال ان شاء الله. ولو اتقابلت بيبعتوا لك رساله على الموبايل زي ما بعتوا لك الرساله اللي وريناها لكم ديت، انك اتقابلت وبتحدد الفرع اللي انت عايزه، او بيحددوا لك الفرع بيقول لك روح فرع كذا وبتروح، وربنا يوفقك وبيسالك الامر ان شاء الله. طبعا لو اي حد عنده استفسار ده رابط الفيسبوك بتاعي يدخل عليه هيحولك عندي، برد على جميع الاستفسارات بإذن الله، برد على جميع الاستفسارات. ورابط اليوتيوب بتاعي هو طبعا بتسيب لي في المنتدى تعليقات، او بتسيب لي اسفل الفيديو دوت تعليقاتك، طبعا برد عليك ان شاء الله. اتمنى يا رب انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.